اشنو كتوقعوا فكره المشروع؟ زعما راني كنعاونها بلاتي بلاتي. يلا شوفوا لا شريك اللهم لا شريك يعني يكون من لحم ودمي باش النهار غطرتني نخرج فيها. يلا هاي دابا سي مهز سطلها كرات خويا. انا شكرا كنحس دابا. لا ولا ما حس دابا. بابا كي جاك المحل عادي ما كنشطحوش. اهم حاجه داو معنا بالستيكر. واش الفاميلا انت راه يلا واش الفاميلا صافي عليكم اني كنشوفكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير كنتمنىكم كتفرجوا في هذا الفيديو بخير وعلى خير وتكونوا كدوزوا عطله زوينه وتكونوا كدوزوا رمضان زوين مع عائلتكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو صافي خلينا نريف فاش كنبدا انا وفتح كالم سبحان الله اسيسي مغف تاع عبد اللحيم. لا خليكم من بعد راه الفيديو بدا نقول لي شنو المغزى ديال الفيديو. المهم حنا انا وسهام يعني من شحال هادي وحنا كنفكروا صراحه تقلقت من بيناش معايا ويلو حنا من شحال وحنا كنفكروا ان شاء الله باش نديروا بروجي حنا بجوج حيت حنا بجوج كنتفاهموا يعني عندنا نفس الافكار نفس العقليه وداك الشيء والله تو بصح تعول عليا كنعول انا ديما شعكاك خاصني نبقى بحال هكا عليك بوك انا باغي نبقى مرتاح انا نوقف معاك. ها نقول لكم نقول لك دابا انا مش حالتي وانا باغي ندير بروجي ولكن كنت كنقول ضروري باغي ندخل الشريك. علاش؟ حيت انا كنبغي نبقى مرتاح وكنبغي يعني انا ندخل بالسكاره واحد يدخل بالتمارة ساعة سياب دخلت معايا بالسكاره وبالتمارة تبارك الله. المهم كما قلت لكم فكرنا انا ندير بروجي وان شاء الله غندير بروجي انا وسهام. المهم دابا انا غادي نوريكم دابا حتى سهام سعاده باش تتسيق لي المحل. يلا هضري حسيتي دابا يلا عاد فطرنا جيت عندها قلت لمريم ديماري الطوموبيل ومريم تيستغلت وعاد بدات عيط لي قالت سهام انا جاي عندك دابا كتحبو حبي صباح الخير كتحبو زعما جاي مخرجني وجاي انا جاي عندك دابا جاي قال لي سهام عندك جافي ايا وجه السطر واش دي السطر واش دي كاويلا انا ضربتها بيها واش واحد خاصني يعني شوف على خويا ما يهزك بالك اخويا اش من ملي بوحدي انا وياك بروجي دغيا رديتي ديالي بوحدي. المهم هاد البروجي بغيتكم نتوما اللي واش غتعرفوه شنو ولا ما تعرفوش. انا دابا غادي نمشي جيت انا ومريم باش ندو سهام باش يسيقوا لي تما المحل ما يمكنش انا نسيق والله يرضي عليك والله يرضي عليك. المهم بغيتكم نتوما يعني نشوف يعني واش غطيحوا في شنو هو نوع البروجي ولا لا. غنوريكم المحل وغنوريكم البلاصه وداك الشيء كامل. المهم راه كاينه في كازا ان شاء الله في الحلو. مرحبا بكم. اهم حاجه داو معنا بالتيسير هاد الشيء. عافاكم حبي قولي حبي حبي عالي. المهم بقاو معنا ان شاء الله باش تشوفوا المحل وداك الشيء وحنا فرحانين بزاف حسيت شحال اللي حنا باغيين نديروا هذا البروجي هذا. وعافاكم بغينا دعواتكم نمشيو للمحل. عرفتي مريم الصباح عرفتي غير النهار اللي بركت من الخدمه اول حاجه بعدا غنحط لكم واحد الفيديو في القناه ديالي علاش بركت من الخدمه واشنو المشكل هي اللي بغات شنو انا اللي بغيت صراحه عرفتوا غير شافني بركت من الخدمه قال لي نيت باغي ندير محل. نقول لكم باقي الشريك باغي نخرب على الشريك اللهم الشريك يعني يكون من لحم ودمي باش النهار غطرتني نخرج فيها. بداية زوينة هادي بداية البروجي واحد صافي صافي شو راهو عايش مسكينة حبي. يلا علي باش ما تعرفش يلا يلا مريم الصباحية كتصور ترى قول غتشد قمام طيبة الصحون هادشي علاش انا باغي الشريك على قبل الراحة. يلا هاي دابا سي مهز سطلها كرات ها حنا غادي خارجين غير مريم كتسنى فينا هاي كبيدة يلا روعة طلع ألغى الفاميلا. دابا حنا وصلنا للمحل جبنا الوالد بابا البركة ان شاء الله قدام الربح علينا أنا والله سير الوالد معاك ها يا روعة بابا معاك دخل أذن. المهم هذا هو المحل مريم كيزاك المحل انا شكرا كنحس دابا لا ولا ما حس دابا حس دابا مريم يا ربي المهم هذا البابي با اللي غادي نديرو في الارض وهادو اللي غادي البابي با اللي غادي نديرو في الحيط. المهم مني غادي صراحه زوين فاش غادي نقادو داكشي كامل غنعاود نسك معاكم فيديو اخر شي حاجه الصراحه كنت كنبغيها انا وسيا من شحال هادي دابا عاد تحقات. مريم اكلنا ما حس داناش كمل عليكم اخوتي العزيز بابا كيزاك المحل 5 سنين دي روعة كيزاك المحل 5 سنين مهم هنا كاين المحل اهم حاجه هي كاين الطواليط. المهم حساكم هاك الوالد قال لي بتبين حشومه بابا بابا قال لي حشومه. المهم هذا هو المحل على قدنا وان شاء الله مني غادي تصلحوا داك الشيء غتشوفوا داك الشيء كامل كيفاش ديال البدايات ان شاء الله ونكمل دابا سيام
اش نتابعك؟ تابعني السياق وتحكي. مريم شنو تابعك؟ انا بقا نتفرج فيكم. ياك انا مالي والو غنولي خاطركم صيقي. مو فاهمين. انا نوريكم دابا المحل عندك بابا. انا نوريكم المحل دابا كيفاش داير كامل. المهم هادشي كامل غيتبدل. هذا الوليد سيام هذا البابي بالوات مبيله. المهم انا غادي ندير واحد اللعيبه وكاين غيتضبب ليكم. شفتوا بغيت نوريكم دابا المحل كامل. روعه كتوري البابا. دابا تكون ضبات كاميرا. المهم هذا هو المحل كامل. غادي فيه اصلاحات. شنو هو اصلاحات؟ ما غندخلو في هذا البلوك. لا نحطو غدا ما يمكنش نطول في لا فيديو. يعني سيتون انت ها بصا غير سيام غير نشطبو بلا ما نصيطوه. قال لك بابا ما يتصيح. ما يتصيح سنن اش فيه؟ واش فيه؟ تبارك الله كل عليه الطعام. تبارك الله كل عليه الطعام. زعما راه نقي كل عليه الشطب. وغدا غادي يجي السيد باش يركب لينا سيما سميت هذا جيفليكس باش يركبو لينا في الارض. والبابي بان غادي يركب هنايا. قال لك فاطرون سيام سميت هذا ما تنساش الفاطرون. بابا قال لكم الحيط نقي يعني بلا ما نديروا هذا. ولكن هذا البابي بان غير كيعطي واحد الزواق يعني هنايا حيت المحل داخله في سيام خاص تكون في داخله شي داكشي تاع الملوته. لا بقاي شنو هو هذا؟ لا دابا هذا غادي يجي في الارض. هذا اللي واقف هنايا وين هو واحد هذا؟ ما يوجد في الحبار كيدي وتسرق. لا راه هو الا دورتي بحال هكا راه غيجيك روعه. الا دورتي بحال هكا غادي يجي نيشان. غادي نزرقو. وها هي سيام دابا هنا بدات تقياس. بدات تقياس سيام بدات تحط الغسيل وداك الشيء. المهم انا غنحاول مشي غنحاول 100% وقيلا غنبدل هذا الريدو. هذا شي واحد هكا كيتفرج بواحد داد ولا شي حاجه يتواصل معايا في انستغرام باغي ندير الباب اللي كيتسد. فهمتوا داك اللي بيبان كيتسد وما بغيتش ندير هذا اللي كيبغي يطلع. او صافي مريم شنو ديري؟ تقلبونك دابا؟ انا فاور. الله معاكم هادشي اللي زين. يا سهام كردت. هي كتجمع الشكاكه. يلا سهام شوف. زعما راني كنعاون بلاتي. يلا شوف ولا يلا لا تدوري روح انت كتعاوننا. لا من الاحسن يتصيق من الاحسن. هكا كردا ما بغاش يسد لكم على الطواليط. هكا كتير شنو مريم؟ جابين على حسابي. زيدي عاوني سيهان صالحي. سيوا شوفوا معايا روعه كتحكي. يا روعه عاونيني عاونيني حكي. لا لي كاكا. ها لي كاكا. قالت لكم هذا الشيء زعما كاكا لي كاكا لي اسمعوا. سيهان 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 راه كتحك. حك سيهان حك. وي وي لا لا شوفوا 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 حاشاكم حاشاكم. دور المريم باقي ما عرفتش شنو السبب باش اللي جاي ما عرفتش السبب. جابيل على حسابي صافي دوينا. شنو هو؟ انا قلت الشكاره. شنو على حسابك؟ جابيل. جابيل جابيل جابيل. يلا نظفه سياح نظفه نظفه. والله مريم والله لحد دابا والله ما عرفتش شنو هو الدور ديالها هنا. انا حاضر النظفه. يلا يلا سياح. واش دابا حنا سيام بقاو نتسناو؟ الله يرضي عليك يا سيام. حكي ركاني ركاني تحكوا. حكي ركاني. وي 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 خرج عطيني التيسع خرج سير سير عطيني التيسع. هاي شي حاجة أخرى. راهي عند بابا. أشنو كتوقعوا؟ غنديروا ان شاء الله في هذا المحل هذا. شنو الفكره ديالكم مريم؟ مريم شوف دابا تخيلي سهام تزلق. شوف شوف حيتاش كتسيق لي في المحل. شوف شوف والمحل ديالنا وياك. شوفي تخيلي معايا هادشي غنقول في راسك. تخيلي تخيلي طيح خبط خبط والدور عندنا تشوف فيه. شوف والله ما غنمشيو نعتقوا عندهم نضحكوا. حنا راه اقسم بالله واحد الكل يهودي والله تفما كيطيح حدايا شي واحد اللي كيكون طاري شي بلان خايب. انا كنبقى نضحك. الله يعاونك اختي سيهام اختي العزيزه. تخيلي ما شوف تخيلي معايا فراه. تخيلي خلاص غتبغي تمشي لي نهزوها. تبغي تمشي عندها نهزوها. نظافه نظافه راك بحال نظافه هاد النهار هذا. طبيعي نظافه نظافه. الحمد لله هما الناس بداو يديروا تما شي محاوله. هكاك علاه كنبغيك. شويه علاش كراطه وشطاره؟ أولي عليك.
تسطيع شو مال لا انا يا درني ايدي اي شد شد ايه دي اسير علي صبرك الله نافع نافع الشعب شوية اولي علي هي المعقازة هادي علي ما كنش تحوش تبارك الله عليكم بحال هنايا الباترونة سيدو تخافاي تبارك الله على السهام ديري داكشي اللي قالك علي ضربها بشي زلقة نضحكوا شوية ديري عب العين نضحكوا الله حظك الله حظك دري تخيل زدلك نضحكوا عليك الله نضحكوا شوية ايوا ها النظافة المهم هذا راح في راتش الشيء اصلا كيتغطى كامل في الارض نظافة نظافة درتي غير شوية عيد تدر على بنات اليوم هاني هاني بيان سور هانية دايزة في وجهي صافي عاد تهدم وجهي ووجهك دابا عرفت راسي واش كنبان المهم غنعاود نقول لكم اشنو كتوقعوا فكرة المشروع قول عندك الفيديو راسك لا انا ماشي علاقة بالفيديو بغيت نعرف انتوما اشنو اللي كتوقعوا فيه اشنو كتوقعوا فكرة المشروع وشي لقطة غتشوفو مقطعين قبل ديال مريم حيت كانت كتقول غتعطيني شوية من داك البنتوج ديالها صحاب بحال كنت كدير إشارة على كانت كتقول لي غعطيني المنتوج فابور كانت مريم كتقول لي غعطيني المنتوج فابور ولكن أنا قطعت دوك اللقطات فهمتو وصافي هادشي بغيت نقول لكم أشنو كتوقعوا فكرة المشروع والناس اللي غيجيبوها لاصقة المهم المهم تنقرا لي كومونتير ديالكم